حياكم الله. وإلى التفاصيل، يتواصل تأثر المملكة بالمنخفض الجوي، حيث يستمر هطول الأمطار والثلوج بقية هذا المساء على شكل زخات متفاوتة الغزارة في العديد من المناطق، وتشمل بذلك العديد من أحياء العاصمة عمان وبقية المحافظات. ويحذر موقع طقس العرب الإخوة المواطنين من المسير ليلا على الطرقات خلال الأيام القادمة نظرا لتشكل الجليد وبشكل واسع وقاس ليلة الأربعاء الخميس، إلا للضرورة القصوى ومن خلال مركبات مجهزة. وهذه لقطات مباشرة من شارع مكة في العاصمة عمان.